السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلبة في الثانوية العامة لعام 2021-2022، وتمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح. Today inshallah we're going to talk about period 4 in unit 5. اليوم راح نتحدث مع بعض عن الدرس الرابع من الوحدة الخامسة, which is about reduce relative clauses. متحدث عن ضمائر الوصل المقللة أو المقلصة. طبعا ضمائر الوصل اللي بتعرفوها who, which, و that نفس اللي هي كنتوا بتعرفوها في السنوات الماضية, لكن قاعدة مختلفة عن اللي في الماضي, ودرس سهل جدا وبسيط جدا, وتقريبا كل طالب ممكن يحصل العلامتين لو أجى السؤال في هذا العام على هذه القاعدة. شوف مع بعض شو هي القاعدة, بعدين هنا راح نحل الأسئلة اللي موجودة عليها في الامتحانات السابقة وفي الكتاب, ونشوف مع بعض إيه الشرح ببساطة. بقول لي ببساطة الشرح, إذا أنا شفت في الجملة هو which و that واحدة منهم طبعا بتجي في الجملة, وجا بعديها الفعل مباشرة, بعد هو which و that الفعل مباشرة, زي مثلا هو helps, زي مثلا هو helps طبعا, أو هو هو بلاي مثلا اذا كان الفاعل جمع. فايش بدنا نعمل في الحاله هذه؟ بقول لي نحذف اداه الوصل هو او ويتش او ذات الموجوده قبل الفعل, واي زياده على الفعل طبعا اذا كان اي اذا كان اس او اي دي طبعا نحذفها, ثم نضيف للفعل اي ان جي. لكن في ملاحظه, بقول لي اذا كان الفعل في الماضي, اذا كان الفعل في الماضي بدك ترجع للمضارع ثم تضيف له الـ ing. يعني مثلا لو كان الفعل زي helped وفي طبعا هو helped ماضي, بحذف الـ هو, بحذف الـ ed, بضيف له ing. لكن بدنا نركز لو كان الفعل شاذ زي مثلا went, بدك ترجعه لـ go ثم تضيف له ing, وإلا إجابتك بتكون خاطئة. fell بدك ترجعه fall ثم تضيف له ing, sat sit بدك ترجعه, وهكذا. مثلا spoke speak, wrote رايت, وهكذا بدي ارجع الفعل لاصله ثم اضافه اي ان جي. هذا الجزء الاول ببساطه. اذا نستخلص انه اذا كان بعد هو ويتش وذات الفعل مباشره نحذف هو ويتش وذات وبنضيف للفعل اي ان جي. طبعا مثلا the teacher who helps us is a difficult man, نحذف هو بنضيف له هيلب اي ان جي, تصبح ايه helping. people who sat at the back couldn't here the speaker voice, طبعا بنحذف هو بنرجع سات لأصلها, تصبح الجملة اللي هي people sitting, بتكمل الجملة, ما بدك تكمل مش مشكلة. هذه بسموهم ال active sentences, جمل المبني للمعلوم اللي فيها هو which و that. نشوف جمل الباسيف المبني للمجهول اللي بدنا نستخدم فيها هو which و that. طبعا هنا حذف مع إضافة, الطريقة الثانية حذف بدون إضافة. فبقول لي إذا جاء بعد أداة الوصل هي هو which و that, طبعا جمل الوصل, فعل مساعد any helping verb, أي فعل مساعد مثل am, is, are, was, were, has لحالها وتصريف ثالث, has been وتصريف ثالث, have been, had been, will be, plus past participle زائد التصريف الثالث, or verb plus ing, أو بعديها فعل ing. شو بدنا نعمل في الحالة هذه؟ فإننا نحذف أداة الوصل, أول شيء نحذف هو which و that, ثم نحذف الفعل المساعد ونبقي الفعل كما هو, يعني الفعل نخليه زي ما هو, تصريف ثالث بتم تصريف ثالث, فعل ing بتم فعل ing, لو حتى كان فعل شاذ بخليه كما هو. فمثلا نشوف مثال, the gate which was painted brown is theirs, طبعا بنحذف which was, بضل عندي painted كما هي, بضل عندي painted كما هي, هذه بنسميها جمل مبني للمجهول. طبعا I tried to recognize the man who has been standing, بنحذف who has و been, طبعا أداة الوصل وأي أفعال مساعدة ويبقى الفعل كما هو. هنا القاعدة حذف فقط بدون إضافة, بدون ما نضيف أو نرفع أي شيء من الفعل. طبعا لو قال لي في مثال أسئلة للكتاب اللي موجودة على هذه القاعدة, نورجيكم بس مثال على انه لو جاء عندي فعل شاد. مثلا هذا المثال بيقول لي the two people who were hurt, معلم عليها زي هيك, هي الهول عندي,
بعلم بحذف هو where تبقى هيرت كما هي، لأنه هن عندي هيرت تصريف ثالث، هيرت تصريف ثالث وهو بسف، الجملة مبني للمجهول. رح نرجع لهذه الأسئلة الكتاب بعد ما نشوف اللي هي الملاحظة البسيطة على هذه القاعدة. ملاحظة بسيطة على هذه القاعدة، بيقول لي عند وجود has or have في جملة من الجمل طبعا بعد who which or that، طبعا بدنا نحدد هل هي has or have فعل رئيسي يعني main verb أو helping verb كفعل مساعد. فبقول لي إذا كانت كmain verb فعل رئيسي فإننا نحذف أداة الوصل ونضيف لها ing في حال كانت have. أما إذا كانت has طبعا حسب الفاعل مفرد فإننا نرجعها لأصلها have ثم نضيف لها ing. طب كيف الطالب بده يعرف إنه هذا الفعل have or has main verb فعل رئيسي أو helping verb فعل مساعد؟ بدك تطلع على اللي بعد اللي جا بعد اللي هو الهاز والهاف. طبعا اذا كان بعد الهاز والهاف ابوك مثلا كتاب اسم بتكون هاف فعل رئيسي بتصير هافينج او الهاز هافينج. اما اذا جاء بعد الهاز والهاف تصريف ثالث، تصريف ثالث فهنا بتكون هيلبينج فيرب فعل مساعد، فبتحذف فقط، تحذف فقط. وركز مع الملحوظة مهمة جدا. فمثلا عندي في المثال do you know the man، هل تعرف الرجل، who has a book اللي يملك كتاب او لديه كتاب، طبعا بتحذف ال who وال has برجعها لاصلها have بضيف لها ing بتصبح ايش having. اما لو جاب لك مثال وقال لك فيه احمد who has cleaned the room is my friend، احمد اللي نظف الغرفة هو صديقي، تحذف هو وهاز بتضلها cleaned كما هي، تبقى cleaned كما هي. هذه ببساطة قواعد الوحدة الخامسة الدرس الرابع، سهلة جدا. بس خلينا نشوف أسئلة الكتاب اللي وردت على هذه اللي هي اللي وردت على هذه القاعدة مع بعض ونجاوبهم سريعا، وإن شاء الله نروح نجاوب كم سؤال من أسئلة الامتحانات اللي وردت أيضا على هذه القاعدة. بيقول لي rewrite the sentences using، أهم ما في الموضوع تعرف رأس السؤال، أهم ما في الموضوع تعرف رأس السؤال حتى في الامتحان تقدر تجاوب عليه بسهولة. هذه الثلاث كلمات احفظهم في السؤال، rewrite عيد كتابة الجملة، احفظ هذه الثلاث كلمات، reduce relative clauses جمل الوصل اللي هي مقللة أو المقلصة، أو تقليص جمل الوصل اللي هي who which or that. فبدأ لما تقرأ الجملة مباشرة بتروح على الهوم، طبعا في الجملة passengers who want، طبعا ما إلك في باقي الجملة بتحذف who، want فعل مجرد بتضيف له ing يصبح wanting. طبعا الفعل want غير عن went، went ماضي من go، أما want فعل أساسي. في بعض الطلاب ممكن يخطئ في هذا الجملة، يقول لك هاي was هنا وفل، خلص أنا بدي أضيف لهذه ing. طبعا إجابتك خاطئة، أنت مطلوب منك تحدد الهو والويتش والذات. هاي عندك ويتش هنا يعني نحذف ويتش، إيش في زيادة على الفعل، الفعل الماضي بالدرجة على أصله، بلوك منضيف له ing تصبح الجملة بلوكينج. نشوف الجملة الثانية اللي هي هو هوب، نحذف هو هوب بنضيف لها ing، وإذا انتهى الفعل بإي بنحذف حرف الإي ونضيف له ing. نشوف الجملة اللي بعديها، ما تروح تدور لي على الفعل المساعد، انت تركز على هو which or that. طبعا هو نحذفها، نحذف الاي دي من الفعل بنضيف لانسر ing تصبح answering. هو بنحذفها، بنحذف الاس زيادة على الفعل find تصبح ايش finding. نشوف القسم الثاني، طبعا ركزوا على الامثلة اللي موجودين هنا، حاولوا تقروا هذه الامثلة that were first presented. النوع التالي passive sentences الجمل مبني للمجهول، تحذف that or where بتضلها first presented، تحذف who have been بتضلها regarded، which or are بتضلها made زي ما هي، ما تضيف على الفعل حتى لو ما كان في عندك، طبعا هو بيكون تصريف ثالث فعل شاذ غير منتظم. طبعا which have been بتحذفها تبقى barked كما هي، who where تحذف ضل heard كما هي. بنحذف طبعا في الجملة that و are، دور عليها وركز منيح وانت بتدور على who which و that. that و are بنحذفها بالتم posted. طبعا عندك that had been بتحذف recommended تبقى كما هي. which are بنحذفها بتضل عندي receive.
او that have been بنحذفها بضل عندك الفعل borrowed. نشوف من اسئله الامتحانات اللي وردت على هذه القاعده. طبعا هي عندك في 2016 اجى سؤال بيقول لك rewrite using reduced relative clauses. طبعا هنا كلمه reduced relative clauses مش موجوده, نضيفها هنا. طبعا هنا بيقول لك the lady who stood, تحذف هو, طبعا اجى بعدها الفعل مباشره, يبقى بالدقر الفعل مضارع ولا ماضي. stood اصله stand, برجع لاصله stand وبضيف له ing تصبح الجمله standing طبعا مع حذف هو. الجمله الثانيه which was في فعل مساعد, يبقى هحذف فقط واخلي painted كما هي, painted كما هي. كمان مثال او كمان سؤال the students who study, طبعا بنحذف هو, اجى بعدها الفعل مباشره ومجرد بضيف له ing studying. The road which was constructed, بتحذف طبعا which was بما انه في عندي فعل مساعد وبخلي constructed كما هي, constructed كما هي. نشوف لو في اجى عندنا اللي هو في حال الجواد اللي زي هيك, هذا نفس جملة الكتاب هو were, بتحذفها بضل عندي heard كما هي. نشوف لو حالة اللي هي في فعل ing, طبعا هاي البسف بنحذف people who have been waiting, بنحذف who have been, تبقى waiting كما هي. من الجمل اللي مميزة اللي اجت في الامتحان من الامتحانات النهائية لما يجيب لك اللي هي الدات, وخاصة لما تكون كاختصار. شوف هاي الجملة معايا, قال لي most people prefer the food that's cooked at home. طبعا هاي دات اللي بدنا اياها, احنا هندور على هو which دات. لاحظ انه هنا دات has cooked, تحذف دات والاس هذه, تبقى cooked كما هي. ركز منيح وانت بتحل, قاعدة سهلة وبسيطة ولا اعتقد انه في طالب راح يغلط فيها ان شاء الله. طبعا اللي هي ركز هنا, لو قال لك who has been standing, تحذف who has been, تبقى standing كما هي. اما في الجملة هذه who sat, بتحذف who sat, بنحولها لأصلها sit, تصبح sitting. تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح. كان معكم الأستاذ محمود النحال, وانتظرونا في شرح جديد لباقي منهاج الثانوية العامة إن شاء الله.